أنت تحدثت الآن عن التكافل الاجتماعي من المغتربين تجاه الأهل بالمنطقة وإن شاء الله خلال المهرجان، أيضا تحدثت عن دور المرأة كمنتجة وكعاملة وهي أساسية صنوا تقف مع الرجل يعني سواسية معه ودعمها، توعيتها واحدة من الحاجات المهمة، التهميش اللي حدث واحدة من الحاجات الممكن تناقش في المهرجان، وإن شاء الله كل يدلي بدلوة وغير المعارض وكذا، ودي كلها طبعا ثقافة وأثرها كبير جدا في المجتمع. طيب دكتورة تقوى، لو جينا تكلمنا عن دور الحكامات في المجتمع الدارفوري تحديدا. الحكامة طبعا في دارفور بمثابة وزير الإعلام هو ناطق رسمي للقبيلة. الحكامة لا يقصر أحد دورها في دارفور أو في عديد من مناطق السودان، ونجدها تشارك في جميع الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فلها كلمتها العليا في المجتمع. وبكلماتها المؤثرة تستطيع هذه الحكامة أن تغير قوانين موجودة في القبيلة يعني. وكذلك الحكامة تعمل على تعبئة المجتمع بمفرداتها المستنبطة من المفاهيم الراسخة في دفع الحياة بإنتاج المنظوم شعرا كان أو غناء. نجد الحكامة لها في ذاكرة المجتمع عديد من الأقانيم تأخذ الطابع الشعبي في نشر ثقافة الحرب والسلام.